السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنكمل كلامنا على الجرافين، والنهاردة هنتكلم على التكنيكس المستخدمة لتحضير الجرافين in general، برضو عشان بس ايه يبقى الكلام واضح ان احنا مش بنتكلم in details، بنتكلم بصفة عامة. يعني احنا بنعمل بس introduction للماتيريال دي او الساينس ده، لكن التفاصيل او details تحتاج كل تايتل اللي احنا بنقوله ده عايز له ايه محاضرات لوحده يعني. طيب مبدئيا كده التكنيكس used to produce graphene هي ايه؟ هي في عندي اكتر من طريقه طبعا، واحدى هذه الطرق اللي هي بنسميها اكزيال جراس او اللي هو الاوفر لاير جراس. هنشوف دلوقتي يعني تفصيل صغير عنها. كمان في طريقه ثانيه اللي هي الكيميكال بيبر ديبوزيشن، ودي عباره عن مجموعه من الطرق يعني اللي بعمل بيها ديبوزيشن على الكربون من الجازيوس ستيت الى على ماتيريال ثانيه، على سوليد ماتيريال يعني كسبورت. الثيرمال او الميكانيكال اكسفوليشن، ويمكن هي دي كانت اول طريقه عرفوا بيها وجود الكربون نانو سايز ديت اللي هي الجرافين، لما استخدموا زي حاجه زي السلوتيب كده على قطعه من الجرافايت وبداوا يشدوها يعني، فلقوا ان في لاير اتكونت على السلوتيب دي من الجرافايت. اللاير ديت هي ممكن تكون لاير واحده، ممكن تكون مجموعه من اللايرز باوند توجذر يعني. فكانت الفكره ان انت ازاي افصل اللاير واحده بس، او افصل اقل عدد من اللايرز بحيث ان انا اقدر استخدمها، لان ليها خواص مختلفه تماما عن الجرافايت. فكانت الفكره بتاعت التقشير دي هي الفكره الايه السائده، او اللي هي الفكره الاساسيه اللي توصلنا الى الجرافين. بعد كده الفكره دي اتطورت طبعا عشان تكون اكثر دقه. طيب كان من الصعب قوي قوي ان احنا نتغلب على الفورسز اللي هي بين اللايرز بين الشيتس بتاعت الجرافايت في حاله الجرافايت نفسه، عشان يقدروا يبعدوا اللايرز دي عن بعضها. فكان من المهم جدا، او من احد الوسائل يعني، ان احنا ندخل ما بين اللايرز دي وبعضها حاجه تفصلهم، زي ايه؟ زي الفانكشن جروب. ففكروا بان هم يضيفوا فانكشن جروب عن طريق الاكسديشن، يعني بيبقى during oxidation of the graphite functional groups such as الهيدروكسيل او الايبوكسايد are inserted and bounded to graphite layers. فبتبدا تفصل اللايرز ايه عن بعضها. طيب اللي بيحصل ايه كده في الاخر؟ بيحصل انه الترتيب او الستاكينج بتاع اللايرز وبعضها بيبتدي يتغير، ويبقى في المسافة ما بين اللايرز وبعضها بتكبر نتيجة دخول الفانكشن جروبس ما بينهم يعني. فوجدوا انه اتحولت من 3 و4 انجستروم اللي هي اللاير كانت في الحالة بتاعت الجرافايت الى 7، يعني تقريبا ضعف او اكتر يعني، وده سهل عملية التقشير او الاكسفوليشن. طيب الطريقه الرابعه اللي هي كيميكال ريدكشن اوف جرافين اوكسايد. الجرافين اوكسايد برضو الحصول عليه عن طريق الاكسديشن بتاعه الجرافايت. حصلنا على الجرافين اوكسايد وبعدين نبتدي نعمل له ريدكشن. فلما تعمل له ريدكشن يعني كاني بشيل الاوكسايد دي، فحصلت على الجرافين نفسه. طيب ناخد فكره بس سريعه عن الابيتاكسيال بروسيس. واحدى الطرق بتاعتها انه بيستخدموا غاز الميثان بحيث ان يستخلصوا منه او ياخدوا منه الكربون. طيب بيعملوها ازاي؟ بيحضروا اللي هي كوبر، حاجه زي الكوبر كده او ميتال يعني زي الكوبر فيلم، وبيحطوها في سيستم مغلق، وبعدين بيدخلوا عليها غاز الميثان. الميثان بيدخل وبعدين في منطقه في السيستم المغلق ده، بعد كده بيبتدي يتسخن، فيحصل انه جزيئات الميثان اللي هي متوزعه في الاير تبتدي يحصل لها تكثيف على اللاير او تبتدي تنزل على اللاير بتاعه الكبر، يعني تبتدي تتكثف على الكبر. طيب لما بتنزل على الكبر بتبتدي تتكسر، بتكون اتكسرت الميثان، الكربونز هي اللي بتنزل على ايه؟ على الكبر لايرز، بتعمل لي لاير ثانيه من الكربون. اتكونت اللاير من الكربون دي، اول جاست انها اتكونت يبتدي يحطوا عليها او يضيفوا عليها بوليمر. البوليمر بيبتدي يتحركوا يعني كانها بس الاسطوانه يعني، فبتبتدي تتحرك الاسطوانه عشان تبقى هوموجينيوس على اللاير بتاعه الكبر اللي بقى فيها، اللي هي محتويه على اصلا الكربونز كربون اتومز يعني، اللي عامله ما دام هي لاير واحده تبقى اسمها جرافين. طيب يبقى اصبح عندي في الاخر 3 لايرز. اللاير الاولانيه اللي هي الكوبر فيلم اللي احنا كنا حاطينها من الاساس، وبعدين لاير ثانيه بتاعه الكربون اللي جت من اثر تسخين الميثان،
غاز الميثان، وبعد كده بتتكون طبقه ثالثه من البوليمر اللي اتضافت عليها وعملت زي هوموجينيتي حوالين ايه اللي يبقى اصبح الجرافين محبوس ما بين البوليمر والكوبر لاير. بعد كده احنا عايزين ايه نعمل، نشيل بقى الكوبر لاير ديت لان احنا عايزين نستخدم الجرافين. طيب نشيله ازاي؟ ببساطه بيبقى ممكن بالاسيد، يعني باستخدام الاسيد كسولفنت يذوب ايه، يذوب اللير بتاعت الكوبر ويبقى عندي الجرافين هو الموجود تحت في الطبقه السفلى. طيب الجرافين كده ممكن محتاج حمايه، محتاج يتحمل على حاجه، فبعمل لها اير بليسمنت، بشيل الكوبر يعني وبحط بداله حاجه اسمها سيليكون او سيليكون دايكسايد كارير، يعني بتستخدم كسبورت بس، وبفضل حطاها كحمايه لطبقه الجرافين لحد ما نبتدي نستخدمها. ساعه ما نيجي نستخدمها نقدر نشيلها ببساطه. طيب وطبقه البوليمر يبقى اصبح عندي كده ايه، بعد ازاله الكوبر يبقى عندي البوليمر وعندي الجرافين وعندي السيليكون سيليكون دايكسايد ايه لير، يبقى عندي في 3 لايرز موجودين. طيب انا عايز اشيل البوليمر، طيب خلاص انا خليت السيليكون والسيليكون دايكسايد دي كسبورت، وعايز اشيل البوليمر لاير. البوليمر لاير دي سهل قوي ان انا اشيلها، او سهل هما بيشيلوها يعني باستخدام اورجانيك سولفنت زي الاسيتون او اذر اورجانيك سولفنت. يبقى الابيتاكسل بروسس كانت وسيله لايه، للحصول على الجرافين وكمان حمايته لحين ايه، لحين استخدامه. طيب الطريقه الثانيه اللي هي الكيميكال فيبر ديبوزيشن، ممكن الفيديو ده بس بيدينا ايه فكره سريعه الانيميشن كده عن طريقه التحضير. ده السيستم او رياكتور اللي بيتحط فيه اللي بيتحضر فيه الجرافين، بيدخل فيه ماتيريال اللي هي محتويه على الكربون، بتدخل الى السيستم، بيحصل رياكشنز ما بينهم وبين بعض، يتفاعلوا مع بعض بحيث يدوني برودكتس. الديفيوجن بيحصل لها ديفيوجن، تنزل على السيرفس بتاع الفيلم اللي موجوده في الرياكتور اصلا، وبعدين تبتدي تتجمع ويحصل رياكشن بينهم وبين بعض على السيرفس، دي سيرفس رياكشن. السيرفس رياكشن بيتكون منه الجرافين وبتكون اذر سايد برودكت، السايد برودكت او الباي برودكت بتبتدي تتسحب باستخدام البامب. يعني ده بس ايه تبسيط، تمثيل بسيط للي بيحصل في الكيميكال فيبر ديبوزيشن ماشين. طيب الطريقه الاخيره اللي احنا قلنا عليها اللي هي كيميكال ريدكشن بتاعت الجرافين اوكسايد، وهنا عايزين نشوف مع بعض تكوين الجرافين اوكسايد اصلا بيبتدي ازاي. بيبتدي بالاوكسيديتيف تريتمنت بتاعت الجرافايت لاير، ويتكون هنا بيدخل عليها ايه، بيدخل عليها الطبقات بتاعت الكربوكسيليت مثلا، الهيدروكسايد، الايبوكسي. بعد كده بتيجي يحصل بتتكون ازاي. طيب اللي هي الطبقات دي بتتكون نتيجه الاكسده، احنا كنا اتكلمنا عنها قبل كده، قلنا الجرافايت ممكن نعمل له اكسده سلفوريك اسيد وبرمنجانيت او حتى قلنا نيتريك اسيد وبيركلوريت، وقلنا كذا حاجه يعني او كلوريت. اتكون عندنا الجرافين اوكسايد، بقت عندي فيه اكتر من لاير، طب انا عايز افصلهم عن بعض، بيعملوا لهم بسونيكيشن باستخدام اللي هو الالتراسونيك ويفز، يبتدي تتحرك ويبتدي بعد كده عندي اللاير بتبقى موجوده متوفر دلوقتي المتاح عندي اللي هو الجرافين اوكسايد اللي هو معمول عليه فانكشن جروبس مختلفه اللي هي الاكسجين او الهيدروكسيل او الايبوكسايد، وبعدين بيتعمل لها ريدكشن بالهيدرازين. تمام. طيب الجرافين بقى اوكسايد اللي احنا اتكلمنا عنه دلوقتي، خرجنا منه وطلعنا منه الجرافين. طب هل الجرافين اوكسايد نفسه له استخدامات، له اهميه؟ ايوه، البروبرتيز بتاعت والابلكيشن بتاعت الجرافين اوكسايد واسعه جدا ومتعدده، واحد استخداماته زي ما قلنا اللي هو الحصول على الجرافين نفسه. طيب هو ايه المميزات بتاعت او الاهميه بتاعت الجرافين اوكسايد نفسه غير انه باخد منه الجرافين؟ ان هو كان easily disperse في solvent organic solvent والwater وديفرنت ماتريكس. ليه؟ لانه عنده الاكسجين فانكشن اي جروب. الجرافين ما بيقدرش يحصل معاه الكلام دوت لانه ما عندوش فانكشن جروب، هو بيبقى نون بولر. طيب البولاريتي بتاعت الجرافين اوكسايد بتدي له فرصه ان هو يبقى immersed مع ايه او disperse في different solvent. طيب الحقيقه this is a major benefit when combining a material with polymer or ceramic matrices to enhance their mechanical and electrical property. عشان اقدر ادمجه مع السيراميك او البوليمر عشان ازود هو اغير الخواص بتاعته، فانا محتاج يكون عندي مين؟ جرافين اوكسايد. طيب بالنسبه بقى للخواص الكهربيه بتاعت الجرافين اوكسايد، الاقي ان هو يعتبر انسليتور. طب ليه انسليتور؟ لانه زي ما قلنا برضو قبل كده انه بيتحول الكربون فيه بعد ما كان كربون sp2 اتحول الى كربون sp
3. ليه اس بي 3؟ لانه انا دخلت على الكربون مجموعه اضافيه، فبقت عندي اربع روابط حوالين الكربون. طيب ده بيؤدي الى ايه؟ بيؤدي الى ضعف الخواص الكهربائيه بتاعت الجرافين، او اللي هو بيسمى في الحاله دي هو اسمه جرافين ايه؟ جرافين اوكسيد. طيب because of the disturbance of its sp2 bonding network حصل ايه؟ حصل بتحول الى بقى انسوليتور. طيب is important to reduce graphene oxide. ليه بقى من المهم ان انا اعمل reduction graphene oxide؟ يعني هو انا اكسبت الجرافين او جرافايت حولته لجرافين اوكسايد، حصلت على ماتيريال دلوقتي بقت سهله ان انا اتعامل معاها وادخلها واحملها على البوليمر والسيراميك. طيب دلوقتي انا عندي مشكله انه الجرافين اوكسايد في بعض الابلكيشن مش هيكون صالح لانه انسوليتور، طب انا عايزاه استخدمه كموصل كهرباء، يبقى هعمل ايه؟ كده مش هينفع، يبقى لازم اعمل له ريدكشن. طب ريدكشن احوله لايه؟ احوله للجرافين. على حسب زي ما قلنا قبل كده، حولته كله للجرافين اصبح جود كوندكتور، فيري فيري جود او سوبر كوندكتور. حولت جزء منه اصبح عندي ماتيريال مختلطه فيها فيها جزئين يعني، فالكوندكتيفيتي بتاعتها هتتراوح بقى، هيبقى ليها رينج مختلف. الجرافين اوكسايد could potentially be used as intermediate in production of single layer or few layer graphene sheets. زي ما خلاص وضحت بالنسبة لنا الصورة. To achieve this, an oxidation and reduction process should be developed that can isolate carbon layers and separate them without changing their structure. تمام كده؟ طيب. A reduction بتاعت الجرافين اوكسايد بتسبب ايه؟ بتسبب بعض defects في الستراكشر، ما بيبقاش ideal، ما بتبقاش الحالة بتاعتنا ايه؟ perfect tetrahedral ولا زي مثلا حالة الدايموند، لا هنا بيختلف، العملية بتتغير. طيب ده بيؤدي لايه؟ بيؤدي الى تميز. احنا اتفقنا قبل كده ان العيوب مش دايما بتبقى حاجة سيئة، بتبقى حاجة ايه؟ احيانا بتكون حاجة جيدة جدا. وده اللي بيحصل هنا، defects في الحالة دي بتبقى very very useful. وبتعمل ايه؟ بتساعد على انه بعض النانو بارتكلز ممكن تدخل جوه الهولز اللي اتكونت عندنا بسبب الريدكشن بتاعه الايه؟ الاوكسيد. يعني بعض الاماكن بتاعه الاوكسيد اتغير مكانها وثبت مكانها هولز، فراغات يعني. طيب انواع الديفكتس اللي ممكن تكون موجوده عندنا ايه؟ قال في ممكن الفيكنسيز، ممكن في الايدج باوند والجرين باوندري، اللي هي انواع من الديفكتس كنا اتكلمنا عنها سابقا. طيب استخدامات بقى والابلكيشن بتاعت الجرافين اوكسايد، تعالوا نلخصها مع بعض كده سريعا. طبعا في الجرافين ريسيرش، الحصول على الجرافين من الجرافين اوكسايد مهم جدا. البايوميديكال، عندي جرافين اوكسايد لو هنتحمل على الجولد بيبقى مساعد، عامل مساعد قوي جدا وبيساهم في التريتمنت بتاعت الكانسر. برضو في السولار سيلز كريستورينج للانرجي، والجرافين بوليمر كومبوزايت ماتيريالز، الباتريز، السوبر كاباسيتورز، كان سبورت، كان بي سبورتد يعني او سبورت فور ميتاليك كاتاليست، لو بيرميابيليتي ماتيريالز، بيدخل في تصنيع اللو بيرميابيليتي ماتيريالز، وبيستخدم كبايو سنسورز، وبيستخدم كمان في الريموفال بتاعه الهيفي ميتالز فور فروم ووتر. طبعا كل بوينت من البوينت بتاعه الابلكيشنز دي ممكن يتعمل عليها سيرش لوحدها. طبعا يعتمد السيرش فيها على اساس ايه؟ اساس طرق تحضير الجرافين مثلا او الجرافين اوكسايد، الطرق الطبيعيه والطرق اللي هي الصناعيه، في اكتر من طريقه بتستخدم، في طرق بنسميها اللي هي جرين سنسز، يعني دي مجال تاني خالص يعني، لكن او مش هقول مجال تاني خالص، هو مجال واسع للدراسه. فكل جزئيه من دول او كل تطبيق من التطبيقات دي له ايه؟ له دراسه خاصه. طيب الكربون نانو تيوب، ايه بقى الكربون نانو تيوبس دي؟ اتفقنا قبل كده وشفناها قبل كده ان الكربون نانو تيوبس هي كانها بالظبط جرافين شيت، بس ايه؟ بس حولناه من الشيت الى الشكل الاسطوان. تمام؟ طيب الجرافين له خواص مميزه جدا جدا، او الكربون نانو تيوبس هي وان دايمنشن طبعا. الكربون نانو تيوبس ليها اهميه، ليه اهميه؟ علشان التوصيل الكهربي بتاعها عالي جدا، فبنقول عليها ليها سيمي كوندكتنج او ميتاليك بروبرتيز، وكمان بالاضافه لكده ايه؟ ان هي فيري سترونج. احنا حتى قارنا بين السترنس بتاعتها مع الستيل ولقينا ان هي كمان اقوى من الستيل. طيب ده ادى الى ايه؟ ادى لاستخدامات متعدده جدا للكربون نانو تيوبس. كنا قلنا في منها نوعين، اللي هي مالتي وول نانو تيوبس، وعندي سنجل وول نانو تيوبس. طيب ازاي بحصل عليها؟ الميثودز بتاعت السنسز برضو بشكل
سريع. في عندي حاجه اسمها electrical arc discharge between graphite، يبقى انا عندي ايه تفريغ كهربي ما بين تو جرافايت رودز مثلا، وده بيدي او بيكون اللي هي المالتي وول نانو تيوبس. طيب ممكن احصل على سنجل نانو تيوبس برضو بنفس الطريقه، ولكن باستخدام او في وجود كاتاليست زي الايرن والنيكل، فده بيسهل الحصول على السنجل وول نانو تيوبس. الطريقه الثانيه اللي هي ليزر فابورايزيشن اوف جرافايت. ليزر فابورايزيشن اوف جرافايت بتديني السنجل وول نانو تيوب. الكيميكال فيبر ديبوزيشن ميثود برضو بتديني الكربون نانو تيوب، وبيكون في الحاله ديت الاسهل او الافضل في الاستخدام يعني اللي هو الايسين او الايسين، دول اللي اثبتوا نجاح يعني في تحضير السنجل وول نانو تيوب، لكن في وجود كاتاليست زي الايرن او النيكل او الكوبلت بيساعد على الفورميشن بتاعتها بسرعه يعني. طيب النانو تيوبز يوجوالي فورم ان باندلز. ايه الباندلز دي؟ يعني حزم زي ما احنا شايفين كده في الصوره دي، بتبقى عباره عن حزم مترابطه بعضها لكن مرتبطه مع بعضها عن طريق الفاندرفيل فورسز ومترتبه، لكن طبعا كل تيوب من دولت ليها ايه استخدامها يعني. ازاي بقى اعمل بيوريفيكيشن للكربون نانو تيوب؟ بيوريفيكيشن للكربون نانو تيوب بتتم باكتر من طريقه، هناخد منها بس او يعني نعدد منها بس الاكسديشن والسونيكيشن. الاكسديشن باستخدام حاجه زي النيتريك اسيد او التسخين في الاير، ده بيساعد على الريموفال بتاعه الامورفس كربون او الميتال كاتاليست. السونيكيشن بيبتدي يبعدهم عن بعض، بيفصل الباندلز دي عن بعضها. ايه هي السونيكيشن؟ هي اليوز اوف هاي فريكونسي ساوند ويفز تو ديسبيرس ذا انسوليبل نانو تيوبس ان سوليوشن، بيوزعهم بعيد عن بعض. خلي بالنا التريتمنت ويز اوكسيدايزنج ميديا زي النيتريك اسيد او السلفوريك اسيد او الاثنين مع بعض بتكون طريقه لتحضير او الحصول على يعني تقسيم او تقطيع للونج كاربون نانو تيوب، بيحولها من اللونج فورم الى ايه الشورت فورم. طيب كمان ممكن يدخل فانكشن ايه فانكشن جروب اذا احتاجناها. طيب الكربون نانو تيوبس ار كوميرشلي افيلبل. التيبيكال دايمتر بتاعتها بتتراوح من 1 الى 100 نانومتر. طبعا السنجل نانو تيوب هيكون الدايمتر بتاعها اقل بكتير من المالتي وول نانو تيوب، واللانس بتاعها بيبقى في حدود المايكروميترز يعني. طيب انواع الكربون نانو تيوبز عندي فيه ثلاث انواع او ثلاث اشكال يعني او ثلاث تسميات للنانو تيوبز اللي هي الزجزاج والارم تشير والكايرال. ايه الزجزاج والارم تشير والكايرال؟ هم كلهم نانو تيوب. زي ما شفنا احنا قبل كده ان الكربون نانو تيوب هو عباره عن شيت، وبعدين ببتدي الفه واحوله الى شكل ايه؟ شكل سلندر. طيب الشيت ده اللي بيتلف ويتحول الى شكل السلندر ده على حسب ايه؟ شكل السلندر نفسه او نهايه الاطراف بتاعه التيوب نفسها اللي هي البدايه بتاعتها ممكن تكون باشكال مختلفه، ممكن تكون بالشكل ده يبقى كده فيها وضع معين او توزيع معينه، وهنا ممكن تكون توزيع ايه؟ توزيع اخرى. طب ده بيتوقف على ايه؟ على اتجاه الكاتنج او الدمج ما بين الطرفين بتوع الشيت. فلو حصل انه الكات بتاع الشيت دوت او الفيكتور اللي حصل في الكاتنج ده كان في الاتجاه العرضي بالشكل ده زي ما في الصوره هنا، يبقى في الاتجاه هو لو قلنا لو افترضنا ده المحور اكس وده المحور واي مثلا، فلو قطعناها او اتقطعت في المحور في اتجاه المحور اكس وبدا الطرفين الطرف ده مع الطرف ده يتجمعوا مع بعض هيجيني شكل ايه؟ شكل الزجزاج. طيب لو كان خدناها بزاويه او في اتجاه عمودي عليها يعني في اتجاه الاخر هبص الاقي يتكون عندي حاجه بنسميها اللي هي الايه؟ الارم تشير. يعني لو انا دمجت الطرف اللي هنا في الطرف ده مع الطرف الاولاني هيديني الارم تشير. طيب اذا حصل برضو انه كان حاجه في النص ان بتوين يعني عملت تشكيل يعني فهتديني حاجه اسمها ايه؟ الكايرال. الزجزاج والكايرال والارم تشير شيبس دي بتغير في الخواص او الشكل بتاع السنجل وول نانو تيوب. خلي بالنا كمان انه على حسب عدد الاتومز او الـ يعني المسافه اللي مشت اللي هي هنا 1 2 3 4 عدد الهكساجونالز يعني اللي دخلت جوه النانو تيوب برضه بتتغير التسميه بتاعت ايه؟ بتاعت النانو تيوب. اذا كان مثلا 5 او 6 او 7 هم اللي لفوا وعملوا التيوب نفسها، طبعا السيكنس او الدايمتر بتاع النانو تيوب بيتغير وبناء عليه بتتسمى تسميه اخرى.
يبقى اذا انا عندي فيه 3 كلوزز اساسيين من السنجل وول نانو تيوب اللي هي الزجزاج والارم تشير وايه والكايرال. وده بيتوقف على ايه؟ على الاتجاه بتاع اللي بيحصل فيه الكاتنج للشيت، وبالتالي اعاده ايه اللي هو السلندر شيب يعني، او الفورميشن بتاعت السلندر. الفيزيكال بروبرتيز بتاعت الكربون نانو تيوب تعالوا نجمعها مع بعض. اساسي والحاجات الاساسيه او الخواص المهمه يعني بالنسبه للكربون نانو تيوب اللي هي الالكتريكال كونتاكتيفيتي والميكانيكال بروبرتيز. الالكتريكال كونتاكتيفيتي بتاعت الكربون نانو تيوب زي ما اتفقنا خلاص ان هي عاليه جدا، والميكانيكال بروبرتي كمان ايه قويه جدا. Very strong as they are made of strong graphene من الاساس. Actually strongest material known. The conducting properties of carbon nanotube depend on their structure. Specifically, the relation between the tube axis and the graphene sheet. طيب اللي هي الاتساع بتاع الديامتر بتاعها اذا كانت armature مثلا nanotube. فقال الarmature nanotube كانت ليها الكوندكتيفيتي بتاعتها عاليه جدا جدا وتصل الى الميتاليك، تبقى ميتاليك كوندكتور. الزجزاج and chiral carbon nanotubes may be semiconductor او ميتاليك كوندكتور. يعني اذا العمليه بتاعت او الكاتنج دي اللي ادت الى تكوين تيوب مختلفه عن بعضها ادت كمان الى اختلاف في ايه في الكوندكتور في الكوندكتيفيتي بروبرتيز يعني او الالكتريك كوندكتيفيتي بتاعت. Future application of carbon nanotubes are predicted to include nano electronic and opto electronic devices, micro electrodes, sensors and polymer composite. يبقى لما حبينا نقول ايه هي الفيوتشر ابلكيشن بتاعه الكربون نانو تيوبس نقدر نعدد ايه بعض الحاجات زي كده. Short carbon nanotube may be suitable to you for use as a component in micro electronic devices. The tendency for single wall nanotube to form bundles result from in their being insoluble. يعني عشان هما مش بيدوبوا فبيتجمعوا مع بعض الموتر او في الاورجانيك ايه الأورجانيك solvent. Although they can be dispersed in solvent by sonification. يعني زي ما اتفقنا من شوية عشان أبعدهم عن بعض وأفصلهم أو أنقيهم يعني، فممكن إيه عملية السونيكيشن كوسيلة من الوسائل يعني أو باستخدام النيتريك أسيد. بس استخدام النيتريك أسيد بيخلينا عرضة إن إحنا إيه نحاول نعمل عملية functionalization أو oxidation. The functionalization results in enhanced solubility. لو انا عملت لها functionalization يبقى هخليها سهله ان هي تدوب. More diverse chemical properties and possibly for of attaching tube A to substrate. كمان اقدر امسك لو عملت functionalization يبقى انا ممكن اعلق النانو تيوبس دي على ماتيريال ايه؟ على ماتيريال ثانيه ونوع في استخداماتها او اعدد في استخداماتها. Many modified carbon nanotubes have been investigated and three general strategies can be followed. عمليات الموديفيكيشن بتتم بطرق مختلفة يعني هنعدد بس منهم ثلاثة. Functionalization by CX covalent bond formation يبقى بعمل ايه؟ كأني بعمل إضافة على الباي بوند اللي موجودة فين؟ في الكربون نانوتيوب. ثاني حاجة modification based on van der Waal interactions between a carbon nanotube and another molecular species. يعني هيبقى بعلقها على حاجه ثانيه باستخدام او اعتمادا على الخاصيه بتاعت هي فان دير فيل interaction. طيب using the tube as a host to generate endohedral species. ممكن احمل عليها حاجات تدخل فين؟ في الفراغات اللي ما بين الشكل اللي هو الاندوهيدرال بقى اللي هو octahedral tetrahedral species يعني. طيب characterization of functionalized material. الماتيريال بعد ما بعمل لها functionalization بعمل لها ايه؟ اتاكد بقى ان انا حصلت عليها بالشكل ده يعني، فبعمل characterization. ازاي characterization؟ بسبكتروسكوبيك methods زي الكربون 13 NMR زي الانفراريد زي الرومن. مايكروسكوبي باستخدام حاجه زي الاتوميك فورس مايكروسكوبي اللي هو الاي اف ام. ممكن بالسكاننج الكترون مايكروسكوبي اللي هي السم. ودي صوره بس بتوضح لنا قد ايه قوه الاتوميك فورس مايكروسكوبي
ان هي توضح لي شكل النانو تيوب، فاحنا شايفين شكل النانو تيوب عامل ازاي. طبعا طرق الكاركترايزيشن بتاعه الماتيريال اللي هي الجرافين اوكسايد او الجرافين او السنجل وول نانو تيوب او اللي هي اي ماتيريال في النانو سايز دي هنستعرضها في الشابتر القادم يعني شابتر 4. تعالوا بس نشوف مع بعض كده اكزامبل لعمليه الفانكشناليزيشن للكربون نانو تيوب اللي هي سنجل وول كربون نانو تيوب، وبنشوف استخدامها بس ايه او الابلكيشن بتاعها. فالمثال اللي عندنا هنا اللي هو فلورينيشن اوف كربون نانو تيوب اند رياكشن بتاعت الفلورو سبستيوتد كومباوند او النانو تيوب دي الدريفيتيف اللي طلع عندنا يعني مع الاورجانوليثيوم في والجرينيارد ايجنت اللي انا بدخل عليها بدل ما كانت فلور بدخل كمان ايه الكايل جروب. الالكايل جروب دي بقى ممكن نعددها ننوعها يعني فتديني بروبرتيز ايه مختلفه. طب ايه اللي بيحصل في عمليه الفلورينيشن ديت بالشكل ده احنا شايفينه؟ بيوضح لي ال1 تو 2 اديشن اللي حصل هنا اديشن على الباي بوند بتاعت ايه؟ بتاعت الجرافين او بتاعت التيوب يعني. حصل اديشن للفلورين في 2 بوزيشنز مثلا 1 تو 2، ممكن تبقى 1 تو 2 او 1 تو 4 برضه 1 4 يعني، بس 1 تو 2 تبقى اسهل. فعملنا اديشن للفلورين 1 تو 2 اديشن، وبعد كده اتفاعل مع الالكايل ليثيوم او الاورجانو ليثيوم وفي وجود الجرينير او الجرينير ايجنت اللي هو مغنيسيوم ار اكس. علشان ايه؟ عشان ادخل الالكايل جروب مكان ايه؟ مكان الفلورين، فبيعمل سبستيوشن. يبقى عملنا اديشن بالفلورين وبعد كده عملنا سبستيوشن بالالكايل جروب. طيب طبعا ده بيدي بيوسع قوي الابلكيشن كل ما اتغيرت الار دي بشكل كبير يعني. اللي حصل هنا ايه؟ اللي حصل ان بعض الكربون اللي كانت sp2 قبل الاديشن اتحولت بقت كربون ايه؟ sp3 بعد الاديشن بتاعت الفلورين، وبعدين برضو ستيل sp3 لما اتضافت الالكايل جروب. يعني حصل ايه دلوقتي في عمليه الكونجوجيشن؟ كان في كونجوجيشن عالي جدا، هي دبل سنجل دبل سنجل دبل سنجل دبل سنجل، بعدين هنا جت في منطقه معينه حصل فيها ايه؟ حصل الكونجوجيشن وقف. لما الكونجوجيشن هنا وقف بتاع الالكترونز يعني ما بقتش فيه اتقطع الكونجوجيشن بتاعها، يبقى اكيد ان الالكتريكال كوندكتيفيتي بتاعتها كمان هتتاثر. في بعض الحالات ممكن نوصل لمرحله ان انا احول النانو تيوب دي او تتحول يعني من الحاله اللي هي الكوندكتنج الى الانسليتور كمان، بس ده لو حصل ايه؟ لو حصل اضافه بشكل كبير جدا على اغلب البوزيشنز بتاعه الاير باي بوند هنا باستخدام الفلورين. الاسيد اوكسيديشن يوزنج كونسنتريتد نيتريك اسيد اند سلفوريك اسيد اندر سونيفيكيشن از يوزد تو بيوريفاي ذا شورتن اند شورتن كاربون نانو تيوب. تمام، التريتمنت دي ممكن نستخدمها او ممكن تعمل حاجه ثانيه، ممكن اضيف بعدها يعني عملنا البيوريفيكيشن دي، بعد كده ممكن اضيف انتروديوس الكربون مونوكسيد او السي دبل بوند او او الكربوكسيليت كربوكسيليك اسيد جروب، بدخلها على الوولز بتاعه الايه، ممكن نعمل يعني دي عمليه فانكشناليزيشن برضو الكربون نانو تيوب يعني، غير اللي احنا عملناها قبل كده اللي احنا دخلنا الفلورين وبعدين دخلنا الالكايل جروب، ممكن كمان ادخل الكربونيل او الكربوكسيليك اسيد جروب. طيب كربوكسيليك اسيد جروب دي تفتح بقى مجال واسع جدا، الكربوكسيليك ممكن احضر منه استر، ممكن احضر منه امايد، ممكن احضر منه بوليمر، ممكن حاجات تانية كتير. وكمان بالاضافه ان هي بتغير في خواص ايه؟ خواص الكربون نانو تيوب نفسها. طيب زي ما احنا شايفين كده، ممكن اتعاملها مع ال RnH2 اللي هي الامايد فهتديني ايه؟ الامونيوم سولت. ممكن افعلها مع حاجه ثانيه، مع حاجات متعدده يعني، فبتديني ايه؟ other derivatives، والderivatives دي ليها other ايه؟ applications. طيب reaction at an open end of the tube nanotube convert the CH into C C double bond O O H which lose the aromaticity without losing the aromaticity. ليه مش هتلوز الاروماتيستي بتاعتها؟ لان هي احنا جايين فين؟ اللي حاصل على ال end، ودي دخلت ايه على المجموعه من غير ما تعمل اضافه، فلسه ستيل الباي بوند موجوده، وكمان اداني زي ايه خاصيه زي الكربوكسيليك اسيد يعني. النهارده كده هنخلص المحاضره بتاعت النهارده دي، واتمنى طبعا كلكم تكونوا بخير يعني وبامان وبسلامه. ان شاء الله المره الجايه هنبتدي نتكلم على اللي هو اخر إيه؟ مش اخر شابتر، الشابتر اللي هو الكاركترايزيشن،
وبعد كده هنتكلم على بعض الابلكيشن. يبقى احنا عندنا كده فاضل لنا بس جزئيتين في الكورس بتاعنا، اللي هو الابلكيشن بعد ايه الميثودز بتاعت الكاركترايزيشن للنانو ماتيريالز. اتمنى طبعا ان شاء الله تكونوا بخير يعني، وربنا يسهل ونكون نتقابل بقى فيس تو فيس يعني، ربنا ييسر ان شاء الله والازمه دي تعدي يعني على خير.